السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في المعهد الصناعي السنوي بمحافظة الضرب التابع لمنطقة جازان. النهاردة إن شاء الله برضك بنستكمل باقي المهارات الخاصة بدورة اللحام بالقوس الكهربائي. هيبقى السلام عليكم، معنا المتدرب إبراهيم. نوع المهارة إيه اللي معاك النهاردة إن شاء الله؟ فوق الرأس التقابلي. فوق الرأس التقابلي. التقابلي هنا عبارة عن أربع قطع بيتحط جنب بعض بطريقه تناكبيه او تراكبيه. طيب بالنسبه للتمرين الامبير كام بالظبط؟ الامبير من 100 ل 115. قلنا ان الامبير بيحسب على قطر سلك اللحام وعلى سمك المعدن، وده تحدثنا فيه في مقاطع سابقه. طب اتفضل شغل الماكينه. طبعا هنا بنراعي شروط خط اللحام الجيد. بيهمني قوي زاوية الميل، بيكون من 50 درجة الى حوالي 80 درجة. احنا هنقرب وهنحط مراية او قطعة من الزجاج امام الكاميرا عشان نقدر بالظبط من قرب نشوف المتدرب بيعمل. اتفضل الشغل. طبعا في الوضع التصاعدي والوضع فوق الرأس الاثنين لابد من مراعاة عامل الجاذبية الأرضية، مهمة قوي في الوضع التصاعدي وفوق الرأس. مش هنكسر بودرة، هو حصل طبعا ميل بسيط للخط مش مشكلة خلاص. طيب حاول برضك تشتغل الخط الثاني. قلنا اهم حاجة طبعا تطبيق شروط خط اللحام الجيد، وتحدثنا عن هذا الامر في مقاطع سابقة. طيب انا ابتدي اشيل التمرين من وضعه ونبتدي نخليه على الوضع المسطح عشان نكسر البودرة. خلي اللقط معاه. ايوه كسر لي بس الخط الاولاني. كسر الخط الثاني اللي هو حصل فيه انحراف. وامسك الفرشة نبتدي ننضف لي كده الخطوط عشان نشوفها نتعرف عليها من قرب. ننضف كله حتى الخط الأخير. حط التمرين هنا. طبعا بيعتبر الخط ده افضلهم، المسافات هنا مستوية كويسة، حصل ارتفاع وده بيبقى عيب سرعة، وهنا في حصل انخفاض وده بيبقى هزة او توصيل سلك. هنا طبعا كونك انك انحرفت بالخط ده هتغطيه تاني في خطوط تانية مفيش مشكلة، ولكن المنطقة دي مظبوطة جدا وفيها انسجام بين الاقواس تعتبر كويسة. هنا برضك حصل في الخط ده هبوط وهنا هبوط. كل ما اخلي السرعة بتاعتي منتظمة كل ما يجي الخط بتاعي هيبقى عرضه واحد، وفي نفس الوقت تقسيم الاقواس الداخلية ليه هتكون واحدة. لكن كأول تمرين يعتبر يعني جيد او جيد مرتفع،
ان شاء الله مع التمارين التانية يكون افضل. بالنسبة لفوق الرأس بالذات لازم اخد بالي من عامل الجاذبية الارضية، ويفضل ان انا ما اكونش واقف تحت التمرين مباشرة عشان الشرر من اعمال اللحام بيكون كتير. بنشكرك ابراهيم، نشكر المتدربين، وان شاء الله نلاقي معاكم تمارين افضل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.